خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد سبعيل. الحلقه ديال اليوم اللي غادي نتكلموا فيها حول يعني فرنسا. فرنسا تؤزم الاوضاع بظهور صوره جديده نزلت عمدا متعمدا من معرض مونبلي الدولي، واحد الافوار دولي كاين في فرنسا في مونبلي ينشر يعني الخريطه بدون المغرب، أو أنه ينسب المغرب إلى الجزائر، وكذلك يحذف الصحراء المغربية ويعني كينسبها إلى البوليساريو. كذلك سنتكلم في هذه الحلقة حول وثيقة سرية خرجت من المخابرات الجزائرية إلى الرئاسة ديال تبون تقول له بأنك مهدد بانقلاب ومهدد باحتجاجات عارمة يمكن أن تطالب بإسقاط تبون من الحكم ديال الجزائر. غادي نشوفوا كذلك هذه الوثيقة والمقال اللي تكلم عليها. في هذا الخبر كذلك المفاجأة الكبرى التي أعلنت عليها سفارة أمريكا هنا بالمغرب حول تنظيم نسخة جديدة من مناورة الأسد الإفريقي اللي غتكون السنة الماجية 2023، والتي تعتبر أضخم مناورات ستكون في التاريخ ديال إفريقيا السنة المقبلة، وهو رد كبير على الجزائر التي كانت كتقول لك بأنه أمريكا انقلبت على المغرب وغادي تنقل المناورات الإفريقية أو المناورات الأسد الإفريقي من المغرب. حلقة مهمة بزاف، تبعوها من الأول حتى الأخر. مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة، نشكر بزاف دولة السنغال الشقيقة على دعمها الله مشروع للمغرب. هذا الدعم ديال مغربية الصحراء كان في اللجنة الرابعة ديال الأمم المتحدة، وكذلك قطر كانت عند حسن الظن وأكدت أنها مع المغرب وضد تقسيم المغرب ولن تسمح لأي أحد، وهذه إشارة مهمة بزاف، بتقسيم المغرب ومعادة صحراء المغرب، رسالة مهمة من دولة قطر ومن مندوبها في الأمم المتحدة. قبل ما ندخل معكم العناوين ديال الأخبار اللي قلنا لكم، هاكم واحد الخبر. بنغرينا اللي هو رئيس ديال واحد الحزب الجزائري، هاي الصورة ديالو بعدا قبل ما نعرفوا علاش كنتكلموا. بنغرينا اللي كان قال لهم بأنه كل دول المغرب العربي في الجنة والجزائر كلها في الجنة لأنه سيشفع لنا هذوك الشهداء ديالهم للدخول إلى الجنة، هو هذا. وكتب شروق، نقل عن شروق، قالت بنغرينا يقول عدم حمل بنزيما علم فلسطين خيانة القضية الفلسطينية. إن صح هذا الخبر فأنا أقول لا إله إلا الله على عقول الجزائريين وعلى عقول ساسة الجزائريين، حفظنا الله مما ابتلاهم يا رب العالمين. امشيوا الخبر ديال اليوم، الجزائر أو فرنسا لا زالت يعني تعاكس مصالح المغرب. هذا واحد المعرض كاين في فرنسا بالضبط في مونبلي اللي هو معرض دولي، كاين واحد البانو من هذا المعرض كما كنشوفوا اليوم خريطة المغرب ما كايناش، خريطة المغرب ما كايناش في هذا المعرض، وكنشوفوا الجزائر يعني الخريطة ديالها غادية إلى المحيط الأطلنطي، وكذلك مقسمين الخريطة ديال المغرب وعاطين البوليساريو الصحراء المغربية. هذه إشارات خطيرة جدا تصلنا من هذه الصورة التي انتشرت انتشار النار في الهشيم، اللي يقول بأن أحد المغاربة هو اللي صور هذه الصورة ولحى يعني للعلن وكشف عن هذه الفضيحة. إن صح هذه الصورة فنقول بأن فرنسا ما غاديش تمشي بهذه العلاقات مع المغرب إلى أفضل ما يمكن أو تعتق ما يمكن إنقاذه. الصورة أو المعرض الدولي كنعرفوا بأن سيميائية الصور والإشارات والدلالات اللي ممكن تبعتها أي دولة فكتعرف الحساسية ديالنا حنا ديال المغرب من هذا النقاش، ربما أن المشرفين على هذا المعرض داروا بالعاني هذه الأمور. ففرنسا اليوم خصنا معها وقفة كبيرة جدا. المغرب رغم هذا الحديث عن أن المغرب بدأ
كي يعني يستغني على مجموعة من الشركات الفرنسية هنا في المغرب. هناك حديث كذلك على أن وزارة التربية الوطنية العام الجاي ستعلن الإنجليزية كلغة ثانية للمغرب، وغادي تشمل المستويات الدراسية كلها ابتداء يعني الإعدادي وكل سنوات الدراسة. إذن هذه إشارات مهمة يجب أن نلتقي فيها، وما نسمحوش وما يمكنش نسمحو أن خريطة المغرب تتمس نهائيا. فرنسا إذا كانت اقتطعت من تندوف وبشار وأضرار، واقتطعت كذلك مجموعة من الولايات التونسية والليبيا وعطتها للجزائر، وكذلك هرفت على التوارق وضمتهم إلى الجزائر، فلن نسمح اليوم بأن تمس متر واحد أو حبة رمل واحدة من مغربنا الحبيب. كذلك كنشوفوا واحد المقال لحتو وطن تقول فيه بأن المخابرات الجزائرية تحذر تبون من خطر انتشار غضب التونسيين ضد سعيد. مخابرات دعت لتوجيه الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة تخفف عن المواطنين. فهذا المقال وطن كتقول بأن المخابرات الجزائرية رسلت واحد الوثيقة واحد التقرير كتقول ليه بأن هذا الشيء اللي طاري اليوم في تونس بأنه خطر كبير على الجزائريين. إذا كانت التوانسة ما صبروش واحد شهر واحد شهرين لهذه الأزمة الاجتماعية اللي كاين عندهم وخرجوا يطالبون بإسقاط النظام، فالجزائريين اللي عايشين سنوات هذه جدا في هذه الأزمة الاجتماعية والطوابير ممكن غدا ولا بعد غدا أنهم كذلك يتعادوا بهذه الاحتجاجات ويخرجوا يطالبوا بإسقاط النظام في الجزائر مرة وأخرى، خصوصا أن الجمرة راهي كاينة تحت الرماد باقا شاعلة، غدا ولا بعد غدا أنها تعاود تشعل وتنوض. وهذا الشيء اللي خلى المخابرات الجزائرية أنها تقول للرئاسة الجزائرية خاصكم تقلبوا على مبررات أخرى أنكم على يعني لأن المواد الغذائية ما كايناش عندنا في البلاد، خاصكم ديروا شي مبررات جديدة تقولوها للشعب من أجل أنه يفهم بأن الأزمة ليس سببها الحكومة. وهادشي اللي خلينا الوزير الأول شناه كيبكي في البرلمان وكيقول للشعب سمحوا لينا على هاد الأزمة اللي كاينة الغذائية، اللي شناه كذلك كيخرج بلهجة المعارض كيقول لهم ماشي معقول أن ثمن اللحم يوصل 2000 دينار في الجزائر، تصوروا معايا وزير كيقول هاد الكلام. إذن هذه فقط استباقيات أمور استباقية وخطوات استباقية للشارع. كذلك في حسب هذا المقال قالت لهم بأننا نسب هذه الأزمة في المهربين وكذلك في المضاربين في السلع من أجل أن نبينوا بأن الحكومة ليس لها دخل في هذه الأمور. نمشيو المقال وكذلك الخبر الزلزال الذي سيصيب الكبرانات بجلطة دماغية. عقلت على هذا المقال اللي كانت كتقول لنا الشروق، ما عرفت مين جابته في شهر 7 اللي داز، كتقول لك ماشي الشروق، الإعلام الجزائري كله احنا، ولكن جينا لكم واحد النموذج كيقولوا نقل مناورة الأسد الإفريقي من المغرب قائد أفريكوم يوضح، وكذلك كانت تكتب هل ستعيد عقوبة واشنطن المخزن إلى حجمه، وكتقول بأن العقوبات تشمل نقل مناورات ديال الأسد الإفريقي من المغرب. الخبر الزلزال والصاعقة اللي جاكم وهاتي المرة كنجيبوه لكم شوف من المصدر من صاحب القرار، كتقول السفارة الأمريكية أنه في أول زيارة له للمغرب القائد الأمريكي لأفريكوم يشيد بالشراكة الأمنية الأمريكية المغربية، وتقول في نفس المقال أنه السنة الماجية غتكون مناورة الأسد الإفريقي مرة أخرى في المغرب، ولكن ستكون الأضخم وستشارك فيها إسرائيل بجيوشها، وحوالي 10,000 جندي سيشارك في هذه المناورات التي الغير المسبوقة فوق القارة الإفريقية، وستشمل أكيد منطقة المحبس اللي كتقول الجزائر بأنها ديال البوليساريو. للإشارة روسيا غدير هذه الأيام واحد المناورات في الجزائر ب80 جندي، يعني بوتين غادي يصيفط لهم 80 جندي وشوف شحال شد فيهم من مليار ديال الدولار. خدنا هذا ما كان في حصة هذا المساء، نلتقيكم غدا إن شاء الله، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.